السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقيكم في احوال طيبه. راكم عارفين الويكاند السبت والحد انا ولي كيكون عندي كنخرج خصني نقضي بزاف د الحوايج، واليوم ان شاء الله عاوتاني غادي خارجه نمشي نشوف، نمشي غالبا ال سوايكي كي دي فاكتو، نمشي فين كاين كارفور نشوف الا لقيت البنات شي حاجه د الحوايج العيد. ما بغيتش نجلس حتى يكون الصحه، ما بغيتش نجلس حتى السيمانه الاخرى، نمشي نشوف على خاطر خاطري. البارح مشى راجلي لزارا قلب ما لقى والو، داكشي علاش غنمشيو غالبا لاي سي واي كيكي ودي فاكتو. وانا اكثر هاد الحوايج بناتي صراحه ما نكذبش عليكم، اي سي واي كيكي ودي فاكتو فين كنتقدى ليهم، منها الاثمنه مناسبه على قد الجيب، ومنها راكم عارفين الدراري الصغار راه دغيا كيفوتوا الحوايج، وانا من النوع اللي كنشري الحاجه حدو قدو، يعني اللي يلبسوها هاد العام العام الجاي ما تيلبسوهاش، داكشي علاش ما تناخذ شي حاجه اللي غاليه اكثر من القياس. حتى لا جاب الله مشيت لزارا ولا اوركسترا تناخذ شي حاجه اللي على قد الجيب كي قلت لكم، اللي غيلبسوا غير هاد العام والعام الجاي عاوتاني ربي تيسهل. يلا المهم هانتوما غنديكم معايا، بان ليا شي حاجه ما يتصور غادي نصورها لكم، كانت شي هميزات ولا شي حاجه راه اكيد كما العاده غادي نحاول باش نصور لكم. ني عامره ما صورت لكم والو البنات، واللي بغيت نبارطاجي معكم هما هاد لي بارفان. صراحه شميت هاد بينك العيالات والاخرى برايز ديال الرجال، ولكن جو بونس ديال العود ماشي تلمسك حيت كاينين جوج غزالين لي بارفان، الروائح اللي فيهم زوينين ودايرين. كتشري وحده والثانيه فابور، لي بري ديالهم 169 درهم، غتلقاو لي تيستور حدا لاكاس. بون البنات انا جيت عند السيد اللي وعدتكم انني نصور لكم عنده، اللي كيجيب هاد السلعه ديال الشمال، كتلقاو عنده اي حاجه بغيتو كيف ما كان النوع ديالها. غنحاول دابا راه غير استغليت الفرصه في الداخل باش هكا نعطيكم فكره على اشنو اللي عنده. اي حاجه حليتو عليها فمكم كيف ما كان النوع ديالها غتلقاوها عنده، لي كابسول لي شوكولا لي بسكوي كلشي ها نتوما. نحاول كي قلت لكم نصور لكم غير الداخل. وهاد الموتزاريلا هادي اللي دائما كتسولوني عليها واللي بارطاجيت معكم وتنقول لكم جربت الدايت، ما عمرني جربت بحالها، راها كاينه عنده، غتلقاوها عنده نورمالمون. غنحاول هكا واخا نشد لكم غير شويه هكا باش ما نشدش على الناس. شتو هذيك الدخله اللي كتبان لكم اللي هي هذاك هو الباب ثلاثه، غتدخلوا نيشان معاها غادي تجيو حتى نقنطبوا الدور هنايا. هاد الساحه هادي ديال صحاب الخضره، انتم تبعوني صبعي فاش غتجيو الباب نيشان سولوا لي على اشرف، راه كاين مزدي مع واحد تيجي الحلويات الشرقيه. سينو انا غادي نصور لكم كارت فيزيت ديالو، ها هي هي هذا مول بروموسيون. هنايا غتلقاو النعت، شفتوا انتم النعت بالنسبه الى دخلتوا مع الباب ثلاثه، باردون ها هو الباب ثلاثه كتشيو، ها هو كاين هنايا. سينو ها هو الانستغرام ديالو، ها النمره ديال التليفون ديالو، غير تواصلوا معاه الا كاع جيتو وتشليتو، راه هو ينعت لكم بالضبط. كي قلت لكم عنده الزبده، عنده الانواع ديال الاجبان، عنده لي بسكوي، عنده اي حاجه بغيتو. انا راه ما نقدرش نصور لكم اكثر من هكا حيت كاينين الناس احتراما ليهم ما غاديش نبغي نشدهم. عندو لي بونبون، عندو هكا هادشي ديال الفاكهه، عندو بالنسبه للفلون ديال الرويال وهاد لي طوبين وهذا كلشي كاينين عندو. ها هو الفلون ديال الرويال، راه ديجا هو تيكون قليل شويه في السوق. انواع الشوكولا، انواع القهوه، المهم اي حاجه حليتو عليها فمكم كيف ما كان النوع ديالها غادي تلقاوها عندو. لي مورطا ديال اي حاجه، المهم انا راه خليت لكم كل شيء لي زانفو، غنخليهم لكم ان شاء الله، راه صورتهم لكم وغنخليهم لكم في صندوق الوصف، وتقدروا تواصلوا معاه في الواتساب الا بغيتوا تسولوا على شي حاجه واش ديسپونيبل، وراه عندهم باج في الانستغرام حتى هي غادي نخليها لكم. وجيت للساقة وبان لي عندهم الجديد، قلت ضروري نصوروا لكم، ومنهم هاد لونسومبل هذا ديال البابيون. صراحه عندهم واحد الاختيار كبير، والاثمنه جاوني مناسبه باغابور البلايص خرين.
فيهم دي موديل انا حمقوني، هادشي ديال المعنى راه ما تيساليش. حتى تقول شريت واحد لونسومبل كملته، يلاه ما كتسالي تكمليه كتخرج حاجه اخرى، ما يمكنش ما تشريوش البنات. هاد لونسومبل ديال المغرب كانوا ساقا هما اول وحدين دخلوه، ومازال عندهم فيه لو شوا، كاين في الابيض كاين في الكحل، كاين هاد لونسومبل هذا ديال لاغدواز حتى هو عندهم فيه اختيار كبير. راه فيه هنا كاين طرواطاج في هاد البريزونطوار هذا، يعني كاينين موديلات بزاف، وهو كيبقى هذاك لاغدواز كيبقى صحي وفيه دي زارتيكل اللي كيدخلوا للفران. المهم كتلقاوهم في التيكي اللور، الا قلبتوا البلا راه كتعرفوا واش كيدخل للفران ولا لا. اما هاد البامبو هذا اولاد العود، لي بلا د العود حتى هو فيهم واحد لو شوا لي كبير، كاينين دي بلاطو دي بلا، المهم فيه واحد الاختيار اللي هو كبير وكبير بزاف، سورتو الناس اللي كيعجبهم راه عندكم لو شوا. هنايا كذلك هاد الشيء راه ديجا كان في ساقا، ومازالين كاينين هاد المعلقات هادو اللي كيبغيهم يحطوهم هكا مع الحريره، راه كاينين هاد لي سوبلا باقيين عندهم، والثمن 19 درهم. هاد الكيسان هذا دوبل باغوا حتى هو فيه واحد الاختيار لي كبير، عجبوني الصراحه هاد لي سوطاس ديال هكا مغبغي، جا الشكل ديالهم زوينين. هاد لي بلاطو هادو تقدروا تستعملوهم في لي شومبرا كوشي حتى هما زوينين. هاد لي كاغاف عجبوني. المهم انا هنايا راه حاولت نصور لكم هي لي زارتيكل اللي عجبوني. عجبتني كذلك هادي، كتجي هكا بحال شكل ديال كاميله، او ميم طون كتجي هكا مقيله ديال الووك، صراحه زوينه. غير هي ما عرفتش واش زعما براتيكي كما كتحرق ولا شي حاجه، ما عنديش عليها حتى شي فكره. بالنسبه لهذا الكيت هذا ديال لي كوفركل عندهم حتى هو فيه لو شوا، هادو البنات عجبوني. عندهم معلقات صغيورين هكا فاش تحركوا في الكيسان مثلا ديال اتاي الا درتو السكر، ولا عندهم في الذهبي وعندهم في لارجونتي وعندهم في اللوينات. مهم البنات انا دخلت بالنسبه لال سي واي كيكي والديفاكتو، ما نعاودش لكم واحد السحام لواحد الدرجه ما كتصورش لدرجة الباركينغ، عامرين الناس ما لقاو فين يستاسيوني برا من جهة التليلة تما فين كيستاسيوني، والناس عامر بزاف بزاف. المهم بنتي الصغيرة ما لقيت لها والو الا سوا كيكي روينا فيه. انا هادي اللي ما بتفهمش ليا، ما عرفتش علاش الانسان كيجبد كي واحد لارتيكل ما تيعجبوش اوم غير دو بلاصتو، عرفتي وراه البال وما دايرش هذيك الحاله اللي داير الا سوا كيكي روينا والسحام وما كاينش لارتيكل الا كاع عجبك شي ارتيكل وبغيتي خوه ما تلقاهش، لان كل حاجه فين مزلعه. مازال ديفاكتو شويه كاين شويه النظام وخا الدنيا عامره. المهم الانسان كل واحد حط شي حاجه في كليس شي حاجه كي قلت لكم كيردها بلاصتها، واخا كاينه شويه روينه مي كوم ميم منظم. سمحوا لي لا ماشين خدامه مي كوم ميم كيبقى منظم بارابور لا سميتو الاي سي واي كيكي. المهم خديت غير البنتي الكبيره في الديفاكتو فين خديت ليها، هي بغات غير شي تيشورتات دونك بغات داكشي بازيك، لقيت ليها ما الصغيره ما لقيت ليها والو. دابا كنشوف ال سي واي كيكي ديال انسكان جو بونس فيها لو شو. المهم من بعد دابا غنوريكم شنو خديت بالنسبه للاسواق بالنسبه لسوق الحد باردو في ساكا. المهم هذا كنت بارطاجيته معكم ديجا، هذا ديال الماسك كنت خديته عند كوان ماسا، الحق دابا ما غاديش يجيني. علاش؟ لان داكشي علاش كنت كنقلبها هو لقيتو، هذا لقيتو في ساكا غونجمون كيجي بحال هكا، كيجي هنايا فيه بحال مجيرات هكا فين تحطوا المعالق والماس من لي دو كوتي، وهنايا كيجي فين ديروا لي سباتول. انا كنت قلت زعما هذا لو كان صغير غنحطو نيت هنايا في هذا الوسط، مي ما غايجينيش ولا كاع حطيتو هكا نحط لي سباتول لتحت ونحطو هو من الفوق ما غيتسد ليش المجر، حيت هذا عالي بزاف دونك هذا ما بقاش لايق. انا المجر عندي فيه 49 على 49، هادي فيها 40 على 40، هاي بقى لي واحد لي سباس هكا صغير ماشي مشكل غنحط فيه لي سباتول. المهم عرفتي هاد المجر البنات ديال هاد المعالق وهذا خسرت عليه، كل خطرة واخدة رونجمون في شكل وما تعجبونيش في التنظيم ديالهم. غير ايكيا شحال من حاجة خدمت خديت وفي الاخر ما جاتنيش. ندوز لسوق الحد، السيد اللي كان تقطع عندو هاد المعن ديال خمسة درهم عشرة درهم المعن البيضي، أول حاجة خديتها هي هاد الكاس هدا، هدا على حساب الما. خديت الحمر حيت بغيت ندير واحد السيلي هكا داخل فيها البيض والحمر، هذا كان الثمن ديالو 13 درهم.
وهذا النقطة لكم شاد الرانجمون ديال الساكا كان كدا وربعين واش 49 جو بونس لي كان التمر ديالو. خديت هاد لي بول هادو هما هادي فيها واحد الديفوكا مرطيت ليه البال عاد شفتو. المهم خديت فيها ربعة كتجي هكا كبيرة راه غابقة وعريضة خديت منهم ربعة نحيد هادشي باش نغسلو. وحطيت هاد لي بلا هادو بالنسبة لهاد السليفات ولا هاد لي بول دايرين 13 درهم. خديت هاد لي بلا كيجيو بيضين وفيهم هنا خطيطات بالحمر حتى هادو 13 درهم. يعني كلشي اللي خديت عندي اليوم خديت 13 درهم. هادو خديت فيهم غير جوج و السيد اللي بارطاجيت معكم اللي كناخد عنده الاجبان وهذا اللي كيجيب السلعه ديال الشمال كي كنقولوا مول البروموسيون راه معروف كي في السوق. خديت هادي ابيس هادي صوص الطوماط قال لي هادي حسن من سوليس كاينه نورمالمون صغيره دايره 10 دراهم وهادي الكبيره انا خديت الكبيره قلت نجربها باش عجبتني فيها هاد السداده. هادي شحال فيها غنشوف لكم شحال فيها ما عرفتش ما دايرينش بالضبط شحال 800 غرام علين كيلو دايره ب قيل 24 درهم باش خديتها 24 ولا معناتها 25 البنات. المهم عندك غير الثمن ديالها لا لا والله الا تلفت عرفتي بقوة ما الزحام هذا دخت هادي باقي لها غير 20 درهم. المهم فهاد 20 18 درهم هذا لي 25 هاد البيسكوي هذا على حساب تشيز كيك وهكا هاد الحالة قال لي هذا زوين توستادا قال لي حسن من ماريا كتجي الباكية راه فيها 800 غرام هادي دايرة 25 درهم هادي عطيت على الثمن ديالها. هذا باقي له واش 20 ولا 18 درهم هاد لاصوص قلت انا ناخذ هاد الكبيرة قال لي سوليس هادي قدام سوليس لا مجال للمقارنة. صافي خديتها شكرا عليا بزاف ما فاش غنجربها غنرد عليكم الخبر. وكي قلت لكم البنات راه شفتو راه صورت لكم عنده راه تلقاو عنده اللي بغيتو غادي نحاول هكا نخلي لكم في لاباردون في النيميرو ديالو ديال التليفون والانستغرام ما عادش ما غاديش تجيكم هنايا واضحه في الكاميرا. المهم انا غادي نخلي لكم لي كوردوني ديالو راه شرحت لكم في الفيديو سينو فاش نخلي لكم نمرات التليفون والانستغرام اللي بغى شي حاجه غير يتصل بيه هو راه يعطيه النت اكزاكت سينو تقدروا تواصلوا معاه في الواتساب الا بغيتوا تسولوا على شي حاجه معينه. هاد البنات راه ماشي اشهار راه كناخذ فلوسي غير ملي كتسولوني بحال هكا مره سوجبت فاش كندخل نشوف شي فيديو ولا هذا في اليوتيوب كنبغي نستافد. حنايا هنا في اكادير عندنا خصص ديال هاد لي برودوي هادو فاش كنلقى شي حاجه بحال هكا اللي غادي تنفعكم راه كنوريها لكم. هذا ما كان المهم انا نخلي لكم لي زانفو ديالو في لاباغ دانفو واللي محتاجه شي حاجه تواصل معاه واللي ما فهماتش منا تلاتتكم في الفيديو فين اكزاكت راه اتصلوا بيه في التليفون هو غادي يوريكم فين. المهم بالنسبه ليوم راه ما عنديش شي حاجه نديرها للفطور هذيك الحلوه ديال البارح نيت ديال البارح راه باقا عندي البارح كيف ما شفتوا درت الطاكوس صباح باقي عندي دونك ما كاينلاش نضيع ماشي بالضروره خصني يوميا نبقى واقفه في الكوزينه. غادي ندوز دابا نشوف اشنو خاص ما يدار. المهم بالنسبه للفطور انا تهنيت منه ندوز بعدا نغسل هاد المعنات هادو نديرهم في لافيسيل تحيدو. المهم نحاول الا كان ما يتصور راه نتوما غادي تشوفوا معايا عرفتي ويا البنات ندير كل شيء اي حاجه الا انني نطوي الحوايج عرفتي راه كيجيني اكبر عقاب بالنسبه ليا هو نجلس نطوي الحوايج ولكن هذا مهرب لا مفر منه هو هاد الحوايج في اللي يعود يعطي لبناتي كل واحد يطوي حوايجو ولكن ما نكذبش عليكم مازال ما تيضبطوش الطي ديال الحوايج مزيان كيصدقوا مرولين ليا البلاكار كاملين كامل مع العلم انني لا حوايجي ولا حوايج بناتي اللي كيتعلقوا ديال الخروج اولاد المدرسه كلهم تيتعلقوا يعني السرا ولو البيجامات هما اللي كيطوا فقط. مهم سالي ترديت الحويجات بلاصتهم قلت راش ندير ما تمش ما ندير اجي نخوي هاد الكوانات واختكم راه فين ما عندي شي بلاصه في الدار شي رونجمون الا وتلقاو فيها المعين حتى
تحت الرونجمون تحت لولي فيه الماعن، عندي لولي ديال بناتي فيه الماعن، الكنابي فيه الماعن، الكوانات فيه الماعن، راه قلت لكم فين ما كان شي رونجمون مخشيين فيه الماعن. جيت هنايا هاد لي كوان هادو خويتهم كانوا فيهم هاد الماعنات هادو، جبتهم باش نشوف عاوتاني راه كنحول فيهم من بلاصه لبلاصه. انا دابا الغد لي فين كنهضر معاكم راه باقي هادوك الماعن محطوطين فوق الطبله في الصالون، حيت ما لقيتش ليهم بلاصه وما بغيتش نردهم في الكوان. ملي كان بين جبدهم كنتعذب شويه. المهم خويت الكوان من الماعن كاملين، غادي ندير فيه الكويشات هادو. يلاه جبتهم من المصبانه مصبنين وكل شيء. هاد الرونجمون هذا ايكيا غزال صراحه، حيت تيبريسي لك الكواش هزهم ليا الكوان. ايوا هنايا جينا للطبيله ديالنا اليوم البنات. الطبيله برعايه 10 دراهم، 20 درهم، 15 درهم. هانتوما البنات لونسومبل اللي خديت سبق سلام. بعدا اول حاجه كي قلت لكم ما درتش الفطور، دونك داكشي اللي عندي حطيته والحمد لله كفى ووفى الحمد لله. العصير ماشي انا اللي كنديرو، راجلي اللي كيديرو سبحان الله ما شاء الله عنده العصير في يدي. غير كيرون وكيخلط هادي مع هادي وكيجي شهوه منه، راه معروف عند صحابو فين ما كان معروض لشي بلاصه ولا الطاجين والعصير كيسرعهم تبارك الله عليه. هانتوما البنات هادو اللي خديت البارح ديال اسواق السلام، وهاد لي بلا الغوز راه كنت بارطاجيتهم معكم، خديتهم عند كواماسة. شفتوا يا البنات شحال جاو غزالين. هانتوما لونسومبل فيه الصفر والغوز جا في الحطه غزال. وراه هاد الطبله هادي البنات اللي كتشوفوا اغلى حاجه فيها سوية 20 درهم، اللي هما هادوك الكويسات فاش دايره العصير، وهادوك لي بلا صفرين الكبار هادوك فاش حطيت الطاكوس والحلوه. يعني راه كلشي لي بلا كاينين 10 دراهم، كاينه 5 دراهم، زعما صراحه الله راه ما يمكن، راه ماشي حتى نمشي نشري انا الحاجه بالثمن عاد نحط الطبلة، او لا نمشي نشري انا لونسومبل كامل مكمول ب 700 و 800 درهم، عاد نتسمى راني شريت. راه غير حاجة من هنا ب5 دراهم وحاجة ب10 دراهم وحاجة ب20 درهم، وهانتوما حطيتو الطبيلة ديالكم زويونة. غير شوية الابداع فقط. هادي راه كنت بارطاجيتها معكم، خديتها عند صحاب 15 درهم. واحد السيدة في لي كومونتير كانت قالت لي راه دايره غير 13 درهم خداتها ب 13 درهم. هانتوما شوفوا انا حطيتها كنت حاطاها في الدخله ديال الباب وجات زوينه. وهانتوما اللي بالنسبه للناس اللي عندهم لي سباس الا درتو عاوتاني طبيسي لك صفر عاد غوز عاد سليفه، صراحه عطات ديكور زوين. وهنا البنات غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديده. خليت لكم راحه البال.